خد بالك من نقطة مهمة جدا، مفيش حاجة حواليك ولا حتى أنت إلا أسماء حسنى مشغلاها. مفيش حاجة في الكون أصلا إلا بأسماء حسنى. أسماء الحسنى دي كل شيء، بتتحكم في كل شيء، أكلك وشربك وشغلك ورزقك ولقمة عيشك. الفعل ده والأشياء دي والأحداث دي تلخص في إيه؟ في الرزاق. فلما انت بتروح تشتغل بتقول يا ايه، مين اللي بيرزقك؟ الرزاق. لما بتكون انت ضعيف ومستهان وذليل وما انتش عارف تعمل، ما انتش عارف ترضى عن نفسك السوء والشر، بتقول بسم الله القوي. لما بتكون انت ذليل ومهان وما عندكش اي مكانه او عندك اي كرامه، بتقول بسم الله العزيز. لما بتكون انت محتاج لغيرك يوصلك ويعمل لك كل الحاجات، لما بتبقى انت احوج لغيرك في كل الاشياء، بتبقى انت محتاج بسم الله الغني. نفترض مثلا حد جاي يأذيك وانت عرفت تصد الكيد عنه، تصد الكيد عنك وتصد ذلك الشر عنك، انت كده عملت ايه؟ انت كده مارست اسم الله القوي. نفترض مثلا انك عديت على محل وشفت كذا حاجة قدامك، كذا سلعة قدامك، وبدل ما تشتري حاجة رخيصة اشتريت حاجة غالية ولان جودتها احسن، انت كده عملت ايه؟ انت كده مارست اسم الله الغني. الحرية اللي انت عملتها دي والانفاق اللي انت عملته والحسن الاختيار اللي انت عملته اسم الله الغني. إذن كل تصرف أنت بتعمله، حتى والدك ووالدتك، يعني لما يكون أنت لك علاقة بمراتك وبابنك، ده يتسمى إيه؟ ده يتسمى اسم الله الرحيم. لما بتفتح شركة وبتعمل علاقات وعلاقات عمل ومقابلات واجتماعات عمل، ده اسم الله الودود. يعني لما بتمشي في الشارع ولما بتمشي في الحياة ولما بتحرك الأمور الجامدة، اسم الله البر. لكل شيء انت بتعمله، كل حركة وكل تفكير، لما بتبص حتى على المناظر وتقارن الألوان والصور والأشكال وتحلل، اسم الله البصير. لما بتسمع الشيء وبتتنبأ ان في حد بيخبط ولا في حد جاي لك، اسم الله السميع. لما بتبص الحاجة وتكتشف الأمر الباطن فيها، اسم الله الباطن. لما بتتعامل مع الأشياء الظاهرة بحسن التعامل وتعرف تحسن تقديم الأشياء ظاهرين، اسم الله الظاهر. إذن كل شيء وكل حركة وكل تفصيلة من تفصيلات حياتك وكل تفصيلة من تفصيلات الكون تتلخص في أسماء الله الحسنى التي لم تأخذ حظها طوال 1500 سنة من تاريخ الأمة الإسلامية اللي بين إيديها كتاب الله الواضح الحق.